الوعي بأخطار المخدرات والحبوب المهدئة من أهم وسائل مكافحة آفة الإدمان والقضاء عليها. من هذا الهدف نظم المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تتمحور حول هذه الظاهرة السيئة وتفادي انتشارها بين أوساط الشباب على وجه الخصوص. فعاليات تأتي لتواكب الاحتفال باليوم العالمي للمخدرات الذي يصادف 26 من الشهر الجاري. إذن معنا في الاستديو مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل الدكتور علي المرزوقي. صباح الخير دكتور. صباح وأنتم الخير. يعني المنظمون لهذا الحدث وهذا النشاط والفعاليات حول التوعية بالمخدرات وأخطارها. في البداية دعنا نتحدث عن المركز كمركز وطني للتأهيل. موضوع المخدرات آفة يعني تنتشر. ما الهدف من هذا النشاط الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المركز أصلا أنشئ بتوجيهات حكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه بسنة 2002، وظني كان يبين على نظرة سمو الشيخ الوالد الثاقبة في الوقت في هاك الوقت على أهمية إيجاد مركز متخصص لعلاج الإدمان. والحمد لله بفضل المتابعة الحثيثة لقيادتنا استطاع المركز خلال السنوات ال 12 الماضية أن المركز يكون مركز متطور ورائد على مستوى الشرق الأوسط، ونفخر من أن نكون كمركز في دولة الإمارات له السمعة العالمية اللي موجودة حاليا. طبعا مشكلة الإدمان على المخدرات قد يكون لا تعاني منها دولة الإمارات فقط، لكن تعاني منها جميع دول العالم كعبء اقتصادي على حسب تقارير المنظمات العالمية تشير إلى أن العبء الاقتصادي يتراوح بين 2 إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي القومي لأي دولة، وهي طبعا دولة الإمارات تقدر مبالغ بمليارات الدراهم هذه المبالغ. كان هناك حديث عن نوع من أنواع مثلا الحبوب المهدئة التي ربما الشباب لا يعرفون أنها مخدرة للأسف، وهي الترامادول، وكان هناك أيضا تقارير كثيرة عن هذا الموضوع. هل هناك احتياطات يقوم بها مثلا المركز أو أنواع من التحذير حول هذا المنتج تحديدا؟ نحن طبعا في المركز هدفنا الأساسي نشر التوعية بجميع المواد المخدرة. الترامادول قد يأتي أو ظهر في الفترة الأخيرة كمنتج طبي، والانطباع لدى كثير من الناس أن بما أنه منتج طبي فمعناه أن المنتج هذا آمن ولا يسبب مضاعفات، لكن طبعا سوء الاستعمال لأي منتج طبي في النهاية يؤدي إلى مضاعفات. الترامادول الموجود في الدولة نحن نحاول أن نوعي الشباب بأخطاره، بمشاكل الإدمان اللي تنتج عن أو بمشاكل مترتبة على استعماله. وبدأ يعني لاحظنا أن انخفاض أعمار الإدمان لدى الشباب، وطبعا هاي الظاهرة منتشرة أيضا في جميع أنحاء العالم. عادة عمر الإدمان لأي نوع من المخدرات يبدأ في أي؟ والله يعني حسب البلد، هو عادة حسب البيئة، حسب بالضبط هو على حسب الدول، ولكن في سن المراهقة قد يكون بداية سن التعاطي. ونحن عندنا في المركز سجلنا حالات بعمر 12-13 سنة لهذه الدرجة، عمر صغير يعني. نعم. فطبعا ما نقول انه نحن في الامارات معزولين عن العالم، المشكلة هاي في تواجهها جميع دول العالم. آفة مجتمعية للأسف. آفة مجتمعية. لكن ظاهرة الحبوب المخدرة قد تكون طفت على السطح في الآونة الأخيرة بشكل أكثر، أو لأن سهولة الحصول عليها نوعا ما مقارنة بالأنواع اللي نقدر نسميها التقليدية من المخدرات. مثلا أنا بسعرها قد يكون أرخص، سهولة الحصول عليها قد يكون أسهل مقارنة بأنواع العادية، وكذلك أن الشخص سهولة يتعاطاها قد يعني يوهم الحوالي أن أنا أخذ مسكن ألم أو نوع معين من الأدوية، فبالتالي انتشرت هذه الظاهرة. طيب دكتور علي، أنا سأسأل كطبيب يعني وأيضا متعلق بالأبحاث تحديدا، فترة التعافي من المخدرات تحديدا لصغار السن هل تطول أم تكون قصيرة مقارنة مع غيرهم من الكبار دعنا نقول؟ طبعا من ناحية طبية تختلف فترة التعافي، كل ما كان العمر او فتره او بدء العلاج من فتره من سن التعاطي او من بدء التعاطي للعلاج بدء العلاج اكثر، كل ما كانت فرصه التعافي اكثر، وكذلك فتره العلاج قد تكون اكثر. نوعيه المواد المخدره المستعمله ايضا تلعب دور في الموضوع هذا، في بعض الاحيان قابليه الشخص للعلاج ايضا تلعب دور في الموضوع هذا، فهي مجموعه عوامل
تحدد طول الفترة العلاجية، لكن بشكل عام كل ما بدينا في الفترة في العلاج بشكل مبكر فرصة التعافي من المرض هذا ومدة العلاج قد تكون أكثر. طيب هناك مبادرات أخرى مستقبلية للمركز خصوصا فيما يتعلق بموضوع المخدرات وأيضا الشباب، تحديدا شريحة الشباب والمراهقين؟ نحن في الفترة المقبلة راح عندنا خطة استراتيجية لنشر التوعية بين الشباب، ونحاول نبتعد عن البرامج التقليدية، تقديم محاضرات وما يشبه. ما معنى أنه ما راح نقدم محاضرات، لكن راح نتواصل مع الشباب بالطريقة اللي هم يتواصلون بها. نحن مركزين حاليا في الفئة في الفترة المقبلة على وسائل التواصل المجتمعي، تويتر وإنستغرام وغيرها. راح نواصل نركز عن نحاول نركز على برامج مدروسة ممنهجة. عندنا برنامج اسمه فواصل، هذا البرنامج بدينا في تطبيقه يمكن من قبل سنة وشوية في بعض المدارس وأثبت فعاليته. البرنامج هذا يمتد لمدة 3 شهور وفي 3 محاور رئيسية تركز على الشباب وتركز على الآباء وتركز على العاملين في المدارس. فنحاول نطبق برامج مثبتة علميا أن لها فعالية. نحاول نبتعد عن المحاضرات والمنشورات اللي قد ما تأتي بالفعالية المطلوبة. وهناك نقطة مهمة أيضا دكتور علي، موضوع الجهل بآثار المخدرات وهذه الحبوب، يعني الجهل ربما يؤدي فعلا إلى الوفاة أحيانا. بالضبط. ماذا عن هذه النقطة؟ نحن طبعا هدف أساسي من حملتنا بالأسبوع هذا أن نستهدف فئة معينة اللي هي أولياء الأمور. أولياء الأمور لاحظنا في كثير من الأحيان أن لا يعرف الأعراض الأساسية لتعاطي المخدرات، وبالتالي قد يمر ابنه في فترة التعاطي في المراحل الأولى ويغفل عن وإدمان كامل ويغفل أو لا ينتبه للأعراض هذه. الأمر الثاني أنه نهيئهم نعرفهم بمخاطر المواد المخدره. نحن في المعرض اللي موجود حاليا عندنا مثل نظاره ممكن الشخص يلبسها وتعطي نفس الانطباع مدمن المخدرات، كأنه يشعر هي بطريقه انه كيف ينظر للعالم. هذه نظاره يعني تقنيه بالضبط، يستطيع ان اي شخص يستطيع ان يلبسها حتى غير المدمن. لا هو هي مخصص لغير المدمن لتعطي الشعور ان كيف المدمن راح يحس بال ربما بالمدمن. هذه يعني اوحيت لي بفكره، ربما سنتحدث عن هذا الموضوع لاحقا. إن شاء الله. دكتور علي المرزوقي المدير الصحه العامه والبحوث في المركز الوطني للتاهيل، أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك. شكرا على استضافتنا.